العلماء 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 الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. إن علماء السنة هم يعتبرون رؤوس الأمة. والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم إن العلماء هم الذين يضعون الأشياء مواضعها كما يقول ربنا عز وجل في شأن قارون فخرج على قومه في زيناته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم إنهم الذين أثبت الله لهم العقول السليمة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.